مطرة، واليوم الصباح محكمة ابتدائية بن عروس تحولت إلى الثكنة الابتدائية ببن عروس، برجات تحديد منع الناس، منع المجموعات، منع المتعاطفين مع ملف عمر العبيدي من الوصول إلى مقر المحكمة وإلى محيط المحكمة. ثم ثلاثة ممثلين على جمعية نسوية تم افتكاك أوراق سياراتهم، رينا عمليات نوع تاع اختطاف حتى في الناس اللي حاضرة لهنا، رينا هرسلة، رينا الناس تتعرض للضرب وبعد من المحكمة وكانوا الناس مش من حقها تعبر. نحن الجلسة اليوم تقريبا أو الحملة نتاع تعلم عوم عمرها بالزمن 4 سنين و6 شهور و20 يوم، يعني تتخيلوا اللي منذ تاريخ وفاة عمر العبيدي 1663 يوم منذ تاريخ 31 مارس 2018، تاريخ وفاة عمر العبيدي، أو نحب نصحح ديما تاريخ قتل عمر العبيدي على يد 14 من أعوان البوليس التونسي. المواطن اللي تعنف واللي تعدى عليه القوات الامن اللي سنسي تحميه هو اللي ولا مطالب، دونك ما فماش حتى مؤشر يخلينا نكونوا متفائلين ولا يخلينا نتصوروا انه باش يكون نوع من العداله في القضايا هذه موجود. واليوم اكثر من اي وقت مضى قاعدين نشوفوا قد ما وقفت الانتدابات وما فماش فلوس في البلاد، السيكتور الوحيد اللي قاعد يعمل في الانتدابات هو وزاره الداخليه. وزاره الداخليه في سياق ولا في سياسة تكرس لدولة البوليس. مناش قاعدين نشوفوا اللي فما إرادة سياسية واضحة للقطع مع سياسة الفلات من العقاب. هذايا عنده بوادر، معناها برشا بوادر. أولا كل المتهمين يمثلوا في حالة صراح، معناها هذايا قضية مقتل إنسان عمدا يمثل في حال صراح، في حين أنه كي تدخل نفس الجلسة تلقى شكون سرق ما نعرفش خبزة ولا حكة تلقاه يمثل موقوف ومقضي في الإيقاف جمعتين ثلاثة ويتحكم عليه بثمانية وعام. معناها الإنسان معناها الزوالي البسيط ترحيه ماكينة العدالة، في حين كل ما يتعلق الأمر بأمني أو تابع المنظومة الأمنية أو من منظوري وزارة الداخلية يتم التعامل بهذا الملف كأنه الروح كذبانة، كأنه ما فما جرأة، كأنه ما فما حتى شيء صار، ونستسهل الأمور وتتحال الناس بحالة صراح وما يتمش التحقيق الجدي في هذا، ويتحتم الحكم بعدم سماع الدعوة. وقاعدين نشوفوا فيه في هذا الكل في عديد القضايا من 2011 إلى حد اليوم. الشعار اللي هزته خاصة المجموعات الرياضية في الفترة الأخيرة اسمه العدالة أو الفوضى، وشفنا مواجهات في الأحياء وشفنا مواجهات في الملاعب. الشعار اختير معناها بدقة، مش القانون أو المعارضة، اسمه العدالة أو الفوضى. هكا الشباب اليوم يشوف كل التلاعبات القانونية مش معني بها، فما قضية واضحة، فما بوليس قتل عمر، فما بوليس يزمو يتحاسب يمشي للحبس، هذيك فاش يشوفوا العدالة هما. وبالنسبة لهم ما فماش عدالة، فما فوضى، واللي مش فوضى في الحقيقة هي احتجاج منظم داخل الملاعب وفي الأحياء متاعهم من أجل عدم الإفلات من العقاب. Thank you.